الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، باب ما زلنا مع كتاب الطهارة والسنانية، باب ما جاء في النهي للحاق أن يصلي. قال المصنف: حدث محمد بن صباح بن الثقات قال أنبانا سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي: قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة ضاع علم أهل الحجاز. عن هشام بن عروة وهو من الثقات من الأصيلين المحدثين، لكن حديثه بالبصرة أقوى من حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. نعم، هذا صحيح. عن أبيه عروة بن الزبير ومن الفقهاء السبعة كان صواما قواما. عن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق حتى يتخفف. يعني هذه الأحاديث تبين لنا سعة هذه الشريعة الغراء، وأيضا أحكامها التي تدور مع مصلحة المكلف حيث دارت. فهذه الأحاديث صريحة في النهي أن يصلي المرء وهو يدافع الأخوتين. نعم، لأن هذا يشوش عليه جدا، يتعبه في الصلاة، وأيضا لا يتزن اتزانا صحيحا، ويشوش على عقله وعلى تدبره وعلى قلبه، كما أنه لا يأتي بالخشوع المطلوب في الصلاة، ولا تدبر ما يقرأ ولا تدبر ما يذكر فيه. فالصلاة بعد ذلك ما تكون إلا حركات فقط، قياما وقعودا. ولذلك قال أئمة الإسلام: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ المكلف بالطعام لتأخذ النفس حاجتها، فيدخل المصلي وفي صلاته وهو ساكن الجأش، لا تنازع نفسه بحال من الأحوال، لا شهوة طعام ولا شهوة فرج. وهذه الشهوة إن أعجلته فإنه يعجل بالركوع بالسجود، ويريد أن ينتهي انتهاء سريعا لما يشتهيه ولما يريده. ولذلك علماءنا يقولون بأنه إذا كان يأكل يبقى يأكل ولا يصلي حتى ينتهي، وإذا قيمت العشاء وأراد الخلاء يذهب إلى الخلاء. وكذلك إن كان مجامعا وقيمة الصلاة فلا يدع الجماع. نعم، لأنه إن كان سيفكر شهوة في الطعام والشراب فلأن يفكر في شهوة الفرج من باب أولى وأشد وأقوى. لذلك نقول حتى مسألة الجماع هي أيضا عذر له من أن يذهب عندما تقام الصلاة. حتى وهذه كلها كما قلنا حتى تفريغ القلب وتهيئة النفس إلى أن يكون في أحسن حالة وأيضا في أهدأ بال، فتدبر آيات الله جل في علاه. فإذا دخل الصلاة بذلك وجد ما يشغله ويشوش عليه في الصلاة فالأولى له أن ينصرف إماما كان أو مأموما، هذا قول مالك. فإن لم ينصرف وتمادى على صلاته وبه من الاحتقان أو من حق ما يجعله ويشغله، فإن عليه الإعادة، قاله الإمام مالك. قال: أحب إلي أن يعيد. وأما أبو حنيفة والشافعي قال: فإن فعل فبئس ما صنع ولا إعادة عليه، لأنه قد أتى بالأركان والشروط. لكن كما قلت هي حركات، ولا يمكن أن يرتقي إلى رب الأرض والسماوات بمثل هذه الصلاة. والآن الحديث قال: قدم الخلاء على العشاء. الحق أن العلماء اتفقوا على أنه إذا دخل الصلاة وهو حاق إن لم يجعله شيء ويجد نفسه أنه قد أضاع خشوعه يتم الصلاة، لكن ليست على الأكمل. أما إذا وجد أنه يتذبذب وأنه ليس مهيئا وأنه ليس مرتاحا وأنه قد يضيع عليه تدبر أي الآيات، فإنه وجوبا لابد أن يخرج من الصلاة ويذهب إلى الخلاء. كما قلنا في الحديث أنه قال المصنف: فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء، إن من مئنة الرجل. نعم، الفوائد المستنبطة: تشريعنا في مصلحة المكلف، ارتقاء التدبر بقطع الشواغل، ارتقاء التدبر بقطع الشواغل. ما أدري هذه كم فائدة الآن، كم فائدة
ما شاء الله، رضي الله عنك يا سمراء، زادك الله حرصا. هؤلاء فوائد ثلاثة: تقديم الوسائل على المصالح إن اقتضت المصلحة بذلك. تقديم الوسائل على المصالح معناها تابعة إن اقتضت المصلحة ذلك. يسر الله عليك أمرك. اللهم أمين رب العالمين. بهذا ينتقل المصنف بعدها إلى كتاب الحيض. الحمد لله والشكر لله. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.